واليوم مراجعتنا الهاتف الموتو زي، خلونا نشوفها مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله بهذا الفيديو الجديد. ومثل ما قلنا لكم اليوم هي مراجعة الموتو زي بعد استخدام طويل. راح أعطيكم اليوم إيش اللي عجبني بالجهاز وإيش العيوب اللي شفتها، لكن اليوم ما راح طبعا نتكلم عن الأرقام أو المواصفات والحاجات هذه، لأن كلها ذكرناها بنظرتنا السريعة عن الهاتف. تقدرون ترجعون للفيديو من هنا أو من الرابط الموجود أسفل الفيديو. واليوم بندخل بالزبدة مباشرة. أول حاجة شدتني بالموتو زي صراحة هي التصميم وجودة التصنيع، لأن من جد صراحة الجهاز جميل جدا. هو مصنوع من المعدن أو جسم من المعدن والزجاج كذلك، فمعطيته صراحة فخامة وتميز عن باقي الهواتف. الأمر الثاني المكمل لموضوع التصميم هو النحافة وخفة الوزن. في هاتف الموتو زي يجي بسمك 5.2 ملي ووزن 136 جرام، وهو من جد نحيف مرة ترى، يعني حتى لو بتستخدمه بدون الكفر أو المود اللي الآن موجود عليه ما راح تقدر تستخدمه بشكل خلونا نقول مريح من شدة النحافة. لكن أسجل إعجابي صراحة بجودة التصنيع والنحافة والوزن والأمور هذه اللي قدرت تسويها لينوفو. من الأمور المميزة بالهاتف كذلك هي الأداء. عندنا معالج سناب دراجون 820 ورام 4 جيجا، التخزين 64، يدعم شريحتين اتصال أو شريحة وذاكرة خارجية. كل هذه مخلية الأداء اللي بالجهاز رائع وما في أي مشاكل، رغم أني أتعبت الجهاز بالبرامج والألعاب. ولكن ما ننسى أن اللانشر الخاص بالجهاز هو جوجل ناو، يعني قريب جدا من الأندرويد الخام مثل ما نشوف، وهذه نقطة تحسب للجهاز. وهو يعمل حاليا بنظام الأندرويد 6.0.1 مارشميلو، ولكن موتو تقول أن التحديث للأندرويد نوغا بيوصل قريب. أهم ميزة اللي الكل صراحة كان يسألني عنها الفترة الماضية أو حتى الناس اللي تشوفني لما أستخدم الجهاز، اللي هي فكرة الإضافات أو المودز اللي صراحة أبدعت موتورولا أو لينوفو بالأصح، لأن هي الشركة اللي عندها موتورولا أو لها موتورولا. وهي الفكرة أو الحاجة المبتكرة بهاتف موتو زي طبعا تتوصل عن طريق الشريحة أو السنسور الموجود الآن عندنا بالخلف مع المغناطيس، فتركب كأنها قطعة أساسية بالجهاز، مو كأنها مثلا قطعة إضافية أو كفر خارجي أو حاجة تتوصل بالجهاز. أقدر أقولك أنها بالفعل كانت رهيبة مع أنها أول جيل من الشركة، يعني حاجة جديدة عليها لكن مميزة. والآن أنا عندي مجموعة منها، نتكلم أول حاجة عن الكفر اللي بيعطيك صراحة شكل فخم للجهاز ويخفي بروز الكاميرا، وتقدر تستبدله بأي كفر ثاني أو قطعة خلفية أفضل من الكفر الموجود. وعندنا طبعا تشكيلة منوعة من موتو، فنقدر نقول أنك تقدر تصمم جهازك على ذوقك إلى حد ما. سماعات الجهاز ما كانت صراحة بالجودة المطلوبة، ولكن مع استخدام المادة الخاص بالسماعات سبيكر اللي هو من JBL بيعطيك تجربة صوت حلوة وأفضل من أي جوال ثاني. وما راح أتكلم كثير، بخلي التجربة هي الحكم. نجي القطعة البروجيكتر اللي حبيتها جدا. صحيح مو بذاك الدقة اللي مثل جهاز البروجيكتر، لكن بتعطيك أداء جيد. ونقدر الآن نقول أنك تقدر تتابع المباريات مع أصحابك أو أنكم بالليل تقلبونها سينما ونتفليكس والحاجات هذه عن طريق الجوال. إضافة الكاميرا من هازل بلاد من أكثر الحاجات اللي تحمست لها، وفعلا قدمت أداء رهيب للكاميرا مقارنة بكاميرا الجهاز الأساسية، خاصة مع الفلاش اللي فيها أو الزوم اللي ممكن يعطيك تقريب حتى 10 مرات، وهذه بعض النماذج من تصويرها. في حاجة نسيت أذكرها من بعض الإضافات، يجي فيها بطارية خاصة فيها مثل البروجيكتر والسماعات، وهذا يعني أنها ما راح تأثر على بطارية جهازك، بالعكس راح تشتغل بشكل منفصل. وبطارية الموتو زي صحيح إن حجمها 2600 ملي أمبير، ولكن كانت تكفيني يوم تقريبا مع الاستخدام المتوسط. طبعا في مجموعة إضافات غير الإضافات اللي الآن موجودة عندي. موتو من أجمل الحاجات اللي سووها أنهم افتحوا المجال للمطورين أنهم يقدمون إضافات للجهاز، يعني ما هي محصورة بالحاجات اللي تنتجها الشركة. وفي من أفضل الحاجات اللي صراحة حبيتها اللي هي البطارية أو الباور بانك، فممكن تأخذ إضافة عبارة عن بطارية خارجية وتشبكها بجهازك وتصير معك بطارية متنقلة. أما بالنسبة للعيوب اللي شفتها، أول حاجة هي بروز الكاميرا، وهذه تقدر تحلها مع المود مثل ما ذكرنا قبل شوي، وكذلك عدم وجود منفذ سماعات. كذلك أداء الكاميرا ما كان جيد خاصة مع الإضاءة المنخفضة، لكن الكاميرا الأمامية حبيت اللي هو موضوع الفلاش الموجود فيها، فبرضو عطتني أداء أفضل من الكاميرات الثانية اللي ما فيها فلاش بالكاميرا الأمامية. ومن العيوب الحساسات الموجودة بواجهة الجهاز، صحيح لها فوائد وحركات مثل عرض الإشعارات إذا يعني حركت إيدك أو قربتها، أو أنك تسوي حركات مثلا يشتغل الفلاش إذا هزيت الجهاز وغيرها، لكن مع اللون الأبيض أحسها مشوه التصميم شوي. لكن لو أخذت اللون الأسود ما راح تلاحظ هذا العيب أو ما راح يكون عندك هذا العيب. أخيرا سعر الإضافات والمودز مرتفع شوي، ولكن الحلو بالموضوع أنها بتكون متوافقة حتى مع الجيل القادم من الموتو زي، وهذه حاجة تحسب لشركة لينوفو انهم الان مسوين الحاجة هذه. فلو استثمرت بالموضوع هذا وشريت اكثر
من إضافة لجهازك الحالي تضمن أقل حاجة أنك بتستخدمها مع الأجهزة الثانية. هذه كانت زبدة تجربتي الهاتف الموتو زي، عطيتكم العيوب وإيش الحاجات اللي حبيتها. لو عندكم استفسارات أو حاجات تحبون أنكم تعرفونها أو نتكلم عنها بفيديو منفصل، اذكروها لنا بالفيديو بالتعليقات. لا تنسون تشتركون بالقناة واللايك والأمور هذه كلها، ونشوفكم على خير.